يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، وذلك بفرض غرامة مالية لا تقل عن 500,000 ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، أو الغرامة والسجن معاً، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه، علماً بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.